من هو زوج سعاد سبكي؟ يبحث العديد من الأشخاص من يكون زوج الإعلامية البارزة عبر شاشات التلفاز سعاد سبكي، حيث تعتبر سعاد سبكي أحد أبرز الإعلاميات اللواتي ظهرن بكثرة عبر شاشات التلفاز خلال الفترة الماضية. ومن خلال أحد المواقع سنتعرف سويا الآن على من يكون زوج سعاد سبكي، إضافة إلى أبرز المعلومات عن سعاد سبكي، وسنضيف إليكم كل التفاصيل المتوفرة عن هذا الموضوع بشكل مفصل. تعتبر سعاد سبكي أحد أبرز الفنانات والمخرجات السينمائيات الجزائريات، وتعتبر سعاد سبكي التي تحمل الجنسية الجزائرية من أشهر المخرجات السينمائيات الجزائريات، وترجع أصول سعاد سبكي إلى الأصول المغربية. وقد ولدت سعاد سبكي في عام 1963، تبلغ من العمر ما يقرب من 58 عام، وقد استطاعت من العمل بشكل مكثف على نفسها لكي تصل إلى هذه الشهرة الكبيرة التي تمتعت بها في هذه الأوقات، ولها العديد من الأعمال الفنية الرائعة التي أشرفت عليها بنفسها. وتحظى سعاد بجماهيرية عالية المستوى في بلادها الجزائر على كل ما قدمته من إنجازات فنية طوال سنوات حياتها. تزوجت الفنانة الرائعة سعاد سبكي من عدة رجال سابقين، فقد سبق لها أن تزوجت 3 مرات من قبل، والجدير بالذكر أن معظم أزواجها كانوا أشخاص بعيدين كل البعد عن ضجر الإعلام وصخبه، إضافة إلى أنها تعتبر قصة الزواج والطلاق هي أمور شخصية لا دخل لأحد بها. لكن مصادرنا علمت أن زوجها الأخير هو شاب أصغر منها في العمر، كانت قد تعرفت عليه في إحدى الاحتفالات وتزوجت منه قبل عدة أشهر من الآن. وما زالت سعاد سبكي تنتج الأفلام والأعمال الفنية الرائعة حتى هذه اللحظة، ولديها سلسلة كبيرة من الأعمال الرائعة. وتعتبر سعاد سبكي من الشخصيات البارزة التي لا وجود لسيرتها الذاتية بشكل مكثف عبر الإعلام، لكننا وفي هذه القناة استطعنا أن نصل إلى بعض المعلومات عنها، حيث أن سعاد سبكي واحدة من الفنانات التي نشطن في العمل في دول المغرب العربي، إضافة إلى أن سعاد السبكي قد تمكنت من الوصول إلى درجة عالية من الشهرة لدى الجماهير. وتحضر سعاد مزيد من الأعمال الرائعة التي ستفاجئ بها جمهورها خلال الفترة القادمة، كما أنها حصلت مؤخرا على درجة الماجستير في الإخراج التلفزيوني والإنتاج السينمائي. عبرت الفنانة سعاد سبكي في تصريح خصت به قناتنا عن أسفها الشديد للوضع الكارثي الذي تعيشه الساحة الفنية بسبب تحكم الدخلاء فيها، محملة المسؤولية للمسؤولين عن القطاع الثقافي الذي لم يضعوا حد لهذه الفوضى رغم تنديدنا بهذه الأوضاع ومطالبتنا بتنظيم البيت الثقافي وسن قانون يحمي الفنان ويدافع عن حقوقه. والتقينا بها على هامش الجولة الفنية لمسرحية سوق الرجال بتيزي ووزو، والتي تعاملت طيلة مشوارها الفني مع مالقة الفن والمسرح الجزائري على غرار الحاج رحيم، مصطفى بديع، موسى حجاج، إلى جانب محمد حلمي وغيرهم. إنها الفنانة سعاد سبكي التي تكشف لأول مرة في هذه الدردشة أنها من أصول مغربية، ولدت بالمغرب من أب مغربي وأم جزائرية من تيزي ووزو. جحا مسلسل ذكوري، لذلك أرفض أي دور فيه الجمهور تعود على مشاهدة سعاد سبكي في التلفزيون وخاصة في رمضان، فلماذا غابت عن هذه السنة؟ قالت: لقد تعاملت طيلة مشوار الفني مع العديد من الشخصيات الفنية التي لها وزن ثقيل على غرار الحاج رحيم، مصطفى بديع، موسى حجاج، ومحمد حلمي وغيرهم، فلا يمكنني احتراما لهذه المسيرة أن أظهر في أي عمل، ولا أريد أن أظهر في التلفزيون من أجل أن أظهر فقط، لا، بل يكون دور مؤثر. لذلك رفضت العروض التي قدمت إلي لأنها لا تناسبني. وعند سؤالها عن العروض التي رفضتها
وقتها قالت مسلسل جحا مثلا، الذي وإن حظي بشعبية واسعة إلى أن كل الأدوار النسائية المدرجة فيه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقبل بها. ولا أقصد من كلامي شيء، فقط أردت أن أحذر من التجاهل الذي طال الفنانين الجزائريين من الجيلين على غرار بيونة وصالح أكروت كمال بوعكاز وآخرون. هؤلاء الذين طوى التلفزيون صفحتهم وهم في أوج عطائهم الفني. أنا ابنة المسرح منذ 28 عاما. بدايتي في التلفزيون كانت عام 1982 في عمر لم يتجاوز 16 عاما، عندما ظهرت في حصة باقة ورد لجمال خويتمي التي كنت فيها منشطة قبل أن أنتقل بعدها إلى السينما. فأول فيلم شاركت فيه وأنا في سن 17 عاما هو فيلم عايش بتناش لمخرج محمد حلمي. نعم أنا عاتب على التلفزيون لأنه أهمل أبناؤه في سوق الفضائيات. لا توجد فقط مؤسسة التلفزيون الجزائري، فلماذا لم تجربي حظك في الخارج كما يفعل زملاء؟ قالت لقد تلقيت عروض مغرية من دول الجوار، إلى أنني رفضت التعامل معها من أجل وضع حد للحملة الشرسة التي تشنها بعض الأطراف لتشويه سمعة الجزائر. ودعني أطلعك هنا على معلومة قد لا يعرفها كثيرون، أنا مغربية الأصول من أب مغربي وأم جزائرية أرض الأحرار، لكنني اخترت الانتماء إلى هذا الوطن. وجود اليوم بتيزي ووزو يدخل في إطار الجولة الفنية لمسرحية سوق الرجال، وهي المسرحية التي كتبت نصها وأخرجها العمري كعوان وتتناول صراع بين جيلين. فقد استعملت فيها لغة سهلة للتخاطب بعيد عن الحوارات البروتوكولية أو الخطب الفلسفية. لا يصل محتوى المسرحية التي تتحدث عنها إلى الجميع، فقد استعنت بالفكاهية قدار نادية المتخرجة حديثا من المعهد الوطني والتي تتقن اللغة الأمزيغية، ما زاد المسرحية جاذبية ونالت إعجاب الجمهور. لدي 28 عاما في المسرح ولم أشهد يوما هذا الإقبال الكبير على المسرح، حيث تابع الجمهور المسرحية بكل اهتمام وإعجاب. لذلك أقول لمن قال أن المسرح موجود بالعاصمة فقط، أنت مخطئ. هنا في تيزي ووزو يسكن أبو الفنون. وعند سؤالها هل لديك مشاريع مستقبلية في المسرح، قالت نعم، لقد أسست منذ 5 أشهر تعاونية تحمل اسم سعاد سبكي، مقرها متواجد تحت فندق الأورسي بالعاصمة بمساعدة يزيد صحراوي الذي سيتكلف بكتابة النصوص المسرحية. وبهذه التعاونية قررت أن أذهب إلى الأطفال في قرى الجزائر وأنتقل إليهم لأوصل إليهم المسرح. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.